أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ألا يعتبر الرمي بالرمح من الرماية التي يجوز الأخذ عليها؟ هذا ما هو برماية، ما هو بتعلم رواية، المثاقفة يعني اللعب، اللعب بالشيش والحراب كما كان الحبشة يلعبون بذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد. هذه ما هي من باب الرماية، وإنما هو من باب اللعب بالحراب وما في حكمها. نعم، تسلية، هذا للتسلية ما هو للرماية والتعلم.